عبد الرحمن عبد الرب محمد، يمني الجنسية، أتممت الدراسة الجامعية في مدينة سقط. في عام 1998 عدت إلى المجر، ومن 98 حتى اليوم لم أعد إلى اليمن. المحافظة والبلدية كرمتني في عام 2016 أنها أعطتني جائزة البلدية الخدمات الطبية. الناس طيبون، منطقة رائعة جدا، تعتبر رابع مدينة جميلة داخل المجر.